لغايه ما يطلعوا معنا المشاهدين الكرام، كنرحبوا بكم معنا في هذا البث المباشر. اذا مشاهدينا متابعي قناه التيفي، اسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا بمدينه فاس. كيف كنتواجدوا مع الصديق ديالنا عبد الاله مدير الفضاء التجاري بحي السعاده. كيف كتشوفوا ان واحد السيده كانت اتهمتهم انهم تعنفوا عليها، انهم شدوا ما عندها 3000 درهم في الشهر باش تستافد هي من المبادره الوطنيه. بزاف ديال الاتهامات. غنخليو السي عبد الاله ديال الناس توضيح هذه الاتهامات ديال هذه السيده هذه اللي عيقول لنا داك الشيء اللي قالت، انه امر خطير، انه امر اللي هو ماشي شي حاجه سهله، وان قالت ان تحقرت انها تضيعوها، انها كانت كتقري هي بشي مؤسسه. السي عبد الاله شنو كتقول في هذا الشيء اللي الاتهامات اللي توجهت لكم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. أتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة شوف تي في على قبول الدعوة ديالي باش نقوم بهذا اللقاء، اللقاء معهم اللي أنا أعتبره يعني ماشي ردا على الأخت فتيحة سمح الله، ولكن أعتبره توضيح. بدون ذكر أسماء، السيدة هي اللي دارت هذا الشيء كله. ديك السيدة ما بغيناش باش يعني تكون بالنسبة لها الاسم ديالها ولا شي حاجة، بغينا غير الصفة ديالها. دونك أنا الصفة ديالها لا أعرفها، وأنا يمكن أخطأت وقلت السمية ديالها، ولكن هي سمح الله قالت ما هو أكثر. أنا غير من أجل التعريف بهذا الموضوع اللي بدا كيعرفوا الرأي العام الفاسي، والآن بغينا نعرفوه حتى على المستوى الوطني. شنو هذيك أنت كانت الاتهامات ديال أنها خدات ما عندكم 3000 درهم، انكم جيتي عندها قلتي لها الا بغيتي تستافدي تعطينا 100 درهم في النهار وتسبق الماء والضوء، هذا الشيء بغينا لتوضيح. اولا من اجل يعني توضيح ما وقع للاخوان وجميع الساكنه مدينه فاس، فضاء تجاري القرب اللي كان يعني بمدير حي السعاده واللي يدخل في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، المشاريع اللي يعني عطى انطلاقه ديالها صاحب الجلاله في 2006، والثمار ديالها يعني بدات كتبان بزاف ديال المدن، وكانت الثمره ديال حي السعاده واحد الثمره اللي يعني خدموا فيها لا الجمعيه ولا السيد الباشا الله يذكره بخير اللي ما بقاش في فاس، ولا حتى السيد الوالي اللي راه معنا وعارف وكان يتتبع يوميا اطوار هذه الاستفاده. وكان السيد الوالي لما ياتي الى الفضاء وحنا في طور الاستفاده والناس كتستافد، كان يقف متعمدا في باب السوق، ما كانش كيجي عنده حتى شي واحد يقول له راني ما مستافدش. هاد السيده من الاستفاده، وانا طلبتو منها 3000 درهم. شوف حنا في الاستفاده المسطره كانت كتمشي كما التالي. هاد السيده الا عندها الورقه ديال البنكه باش استافدت، كنا اللي كيجي عندنا كنصيفطوا للبنكة كيخلص 2400 درهم. بالإضافة في الأول كنا دايرين 150 درهم لمنخرط الجمعية في الأول، غير في الأول. دونك هاد السيدة لا ما عمرها خدات الورقة ديال البنكة، وإلا عندها شي ورقة ديال البنكة بأنها استافدات في السوق مرحبا بها، تجي تعزل البلاصة اللي بغات نعطيوها لها، ما كاين حتى شي مشكل. إلا كانت هاد السيدة كتعطي 100 درهم لشي واحد بدون ذكر الاسم، والفلوس زايده عليها تبارك الله، هي كتعطي 60000 في الشهر في واحد السوق المبادره اللي جا من اجل يعني رفع الهشاشه على المواطن الضعيف، وهي كتقول لك مراه ضعيفه، الا كانت هي كتعطي 60000 في الشهر شحال كتصور؟ دونك هذه من جهه. من جهه اخرى حنا هذه السيده يمكن بيناتنا بها واحد العلاقه انسانيه واجتماعيه، ما من مرات وقفنا مع لله في شي حاجه خارج السوق، اما داخل الفضاء حنا لا تربطونا بها لا كاداره ولا كجمعيه اي صله، وهي عندها صله مع السيد اللي عنده البلاصه تما، وكنشوفوه معاه كتصاوب له الملوي، ما عرفناها خدامه معاه، ما عرفناها شاركه معاه. اما فيما يتعلق بمساله البيع التي زعمت يعني في التصريح ديالها، حنا كنتحداو جميع الناس اللي كاينين في المغرب، الى ثبتت وثيقه منذ 5 سنوات تقريبا على 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 انطلاق المشروع، الى كاينه وثيقه واحده تثبت كراء او بيع ديال داك السوق، فحنا مستعدين اننا
نتابع بتلاعب في مشروع ملكي نفتخر به، وما عمرنا غنمشيو في ديك الطريق الحمد لله. وجهنا معروف فاس الحمد لله. لياقتك انا السي باشا اللي ما كان السابق بشهاده، انا مشات وطلبت منه التماس بان ما تبقاش تعطي 100 درهم، وان وقالت لك هي شهرين ولا 3 شهور وهي ما كتعطيش 100 درهم. واش انتم عندكم هذا الخبر ديال هذه 100 درهم مع هذا السيده؟ شوف هذه السيده اللي كتعطي شي واحد 100 درهم بدون توصيل، اذا كاينه شي حاجه اونوار بيناتهم. حنا كجمعيه وكاداره ما كندخلوش فيها، ولكن حنا هذا الشيء اللي كتقول هي راه غير كذوب، لان من ضمن الكذوب اللي قالت هي هو دي حنا كنباتوا سكرانين. وحنا الحمد لله فاس معروفين، لا حنا لا الاخوان ديالنا لا الاخ ديالي عادل لا رئيس الجمعيه كريم، حنا الشراب الحمد لله معروف، كل واحد معروف وجهه في المدينه. قالت عنا بالليل في قلب الفضاء انه كيوقع السكره وكيوقع الفساد كيوقع هذا الشيء. وشوف ربي سبحانه وتعالى يخلصها، حنا راه عندنا وليداتنا وهي شهرات بينا وجبدات الاسماء ديالنا الحمد لله. حنا المدينه كيعرفونا مسؤولين واحد بواحد، ولكن حنا موالفين كنشدوا في قضايا فساد او مشدودين تقريبا غير على الليله ديال البنيقه، مشدودين على السكر العلني ولا الشراب. راه الا كان حنايا الحمد لله معروفين، حنا معروفين في المدينه وهذا الشيء اللي كاين. وقالت لنا ان ولات دابا في التالي كتخلص 34000 ريال، يعني هي 1700 درهم. واش كتخلصها لكم انتم كجمعيه ولا عندها شي مع السيد اللي كتخلص؟ شوف حنا السيده لا قلت لك لا تربطنا بها اي صله لا ماديه ولا معنويه. كنعرفوهاش، حنا كنعرفو ديك السيد من البلاصه اللي كيجي كيعطينا 200 درهم باغ موا مقابل توصيل، غيره كغير جميع المستفيدين اللي كاين في المارشي. يعني الا كان عندها شي عمليه نصب غتكون عندها مع الطرف الاخر. اش من نصب؟ انا ما كان هذه السيده يمكن هي اصلا حنا كنعرفوها في السوق كطيح مسكينه مره وشكون اللي ما كيعرفهاش، مره كتكون واقفه حتى كطيح نبقاو نشموها البصله ونشموها العطر. شي كنعرفو هذه واحد الاسبوع مشات لعند السيد الباشا ديال اكدال وطاحت لهم تما واتهمت الخليفه بدون ذاك الاسم بانه دفعها في الدروج. هادشي راه هادشي موثق، انا راني مسؤول في المدينه واثرت ما من فضاء يعني تجاري بدءا من الامام علي التقدم السوق ديال بن سودان، انا اللي اثرت مع السيد الباشا اللي كان جمال عروس، يعني معروفين في السوق. السيده كتلوح الباطل وعندها شي نيه ولا الله اعلم. الله يهديها. سمعتي في اللايف اللي كان داير سمعتي كله، انت قلتي لي ان كاين شي طرف اللي كيدفعها تقول داك الشيء. شوف والله العظيم لانه خلال ذاك الانترفيو او ذاك اللقاء اللي شفنا في ذاك الاذاعه المعلومه ما عرفتش انت سميتها، كان كيبان وهذا الشيء غادي يسمعوه الناس كاملين، يمكن لهم يعاودوا ذاك الفيديو غيسمعوا شي واحد كيوجهها كيقولها قولي عادل القونتي وقولي عبد الاله القونتي وقولي كريم. وبالتالي السيده وشوف حنا الحمد لله نفتخر باننا حي السعاده يضرب بها المثل، فين ما يوقع شي مشكل في الاسواق النموذجيه اللي كاينه في فاس كيقولوا علاش ما درناش بحال حي السعاده. حنا نفتخر بان السوق ديالنا وحومتنا فيها سوق بحاله، وسوق اللي هو سوق هو منتزه في المساء كيجيو له جميع العائلات، وديك العائلات كيعرفوا شكون كيسواو الناس الاداره، كيعرفوا شكون هو عادل القونتي وشكون عبد الاله القونتي وكريم بن خدا، كيعرفوا هاد الناس شكون هما وكيصيفطوا وليداتهم وعارفين اش كاين. وهاد الثلاثه ديال العناصر هما اللي كاينين هما سبب نجاح المشروع. ولا بغاو هاد الناس هاد الثلاثه العناصر يهزوا يديهم كاع من هاد المشروع، نهزوا يدينا ويتحمل المسؤوليه اي واحد، ونشوفوا ما سوف تؤول اليه الامور من بعد، وكي غيولي المارشي وكي غتولي السعاده بالفراشه والكرارس. لان الان يجب ان نفتخر. واش حنا اي حاجه ناجحه في هذا المغرب كنبغيو نخسروها؟ راه هادشي اللي كيبان لي، يعني انه مارشي ناجح بالكاميرات بالامن مضبوط، الناس كترتاح فيه، من الناس كيجيو عندنا معين هارون كيجيو من الباب كيجيو من باب مفتوح، ماشي سوق عادي فيه جميع وسائل الراحه حتى الترفيه. ونجيو ونتبعوا حنا واحد السيده ما عندها عقل باش نعمي واحد المشروع، ونفتخر حنا كذلك. وكنشكروا السيد الباشا للباشوات اللي تعاقبوا، للسيد القائد الملحقه الاداريه الادارسه على التتبع ديالو مع القوات المساعده للحالات اللي كيجيو بالكراس اللي كيبغيو يدخلوا للدائره الملحقه الادارسه. وتصور انت بان الملحقه الاداريه الادارسه الوحيده فاس اللي ما فيهاش الكروسه والفراش،
هنا يجب وضع. قالت عندنا في رمضان اللي داز وقع شي دباز قلب تما وكنتوا حاضرين كلشي كان حاضر، شنو هذا النوع ديال الدباز؟ يا سيدي واش الدباز كيوقع ديما؟ إذا كان شي دباز كيهمها هي ومضروبه فيه تمشي ديكلاري ودير اللي بغات. إذا كانوا الناس دابزوا بيناتهم واش حنا اللي دابز؟ راه كاين الحمد لله الأمن، السيد رئيس المنطقة الثانية دائما يستجيب لنا في أقل من جوج ثواني. السيد عبد الإله السعيد قائم يعني بجميع الأمور ديالو، يعني كان عيطوا غير 19 ستوندار من 3 مينوت 5 كيكونوا عندنا في الباب، الحمد لله عاش المالي. بغيتك إذا كانت السيدة يعني الأمر اللي كتهمكم وأنتم كتهم حتى الطرف الآخر باش بالفلوس أنكم شنو تقول لها إذا كانت كتشوف كان مباشر؟ شوف أنا غادي نقول لها واحد الكلمة، الله يهديك، لأن حنا ولاد فاس وحنا تنبغيو نوصلوا واحد الصورة على فاس زوينة، وهاد السوق كنا نتباهى به دائما مع الناس المدن الأخرى، والتجربة ديالنا عبدو ربيه تمت الاستفادة منها في مدينة سلا. يعني عمالة سلا عيطت لنا باش يستافدوا من التجربة ديالنا، وهاد السيدة يعني اش غنقول لك غنمشيو معاها للقضاء. انا واخا ندعي هذيك غنسمح لها، وانا الشيء اللي كيبان لي مسكينه على قد الحال، مطلقه والوليد مريضه بسيشيكمو كطيح لنا ديما ما كتعرف اش كتقول، شنو غندير لها؟ انا بالنسبه لي والله حتى الاخوان ولا الجمعيه داروا البيان باش اللجوء مع القضاء، والله الا كنقول لهم غير بناقص خليها دابا تعيا. ولكن حنا كنقولوا هاد الاتهامات اللي كتقول كاين الحمد لله كاين مسؤولين في البلاد، كاين الداخليه، كاين لا دي اس تي، كاين البوليس، كاين القسم المبادره الوطنيه في المدينه. الا حنا عمرنا جدينا شي درهم عند شي واحد لا في استفاده كما يقع في اسواق اخرى، وانا راني وجمعاوي وكنعرف عندي الادله اللي تورطوا كاع الناس اللي تورطوا. حنا الحمد لله ايدينا نظيفه ونحب مدينتنا ولن نتخلى عنها، وسنناضل من اجل ذلك السوق. وما نساوش الدور اللي قام به عادل القنتي، كان ابن خدا وعبد الاله القنتي وجميع الناس ديال السوق من اجل انجاح المشروع. وشكرا. خويا عبد الاله شكرا على التوضيح ديال داك الشيء اللي وقع، وكنتمناو ان يكون شي بادره منكم لديك السيده اللي كنتي عارفه انها مرة طيبه، تكون شي بادره منكم انتم كرئيس الجمعيه انكم ديروا شي يد كل شيء لله، باش كنا حنا كنطلبوا منكم، وحنا حنا كنقولوا ان شوف اللي غلب يعف، رغم انت قلتي تما لا واش على غلبتكم خويا عبد الاله؟ شوف هذيك وليه كي قلتي انت، قلتي انا مسكينه مريضه، وانا الا كاين شي بادره ديال ان تساعدوها وكل شيء لجعل كل شيء لله. انا هاد السيده وربي شاهد على ما عاقو، راه عندي جوج وليدات ما غاديش نقول الله يرزيني فيهم، ما غنجي معاك صريح. هاد السيده كون عيطات لي غير انا وقالت لي عبد الله عندي مشكل وعيطات الكريم وجلسنا معاه، حنا في المستقبل يمكن يبان لي نلقاو لها الحل، يمكننا نلقاو لها الحل كاع، نشوفوا كيفاش الادماج ديالها في اسواق اخرى اللي غتكون في اكدال، نشوف بزاف ما نعاونوها. ولكن السيده كتكذب كتقول لك انا ضربتها، وين النهار اللي كتقول لي ضربتها بالحجه والدليل لم اكن في مدينه فاس بالكاميرا، كنت في السوق الاربع مع ناس اللي معروفين في البلاد، وكتهمنا بالضرب، وكتقول لك عبد الاله، وكتقول كريم، وكتشهر بينا، حرام عليك. يعني ما انا كان جات لعندي، حنا دابا انت قلت هذه الكلمه، حنا الا لقينا ديما في المستقبل كيفاش نديروا نعاونوا؟ راه كتبقى ديما واحد السيده ضحيه مطلقه للمجتمع، وانا جمعاوي واؤمن بادماج المراه المطلقه وبادماج المراه عامه. وهذاك الشيء حنا اللي بغينا تحس ما يعني، ولكن والله العظيم شوف باش نعمر معها يتحسر غير انا شنو قلت الكلمه؟ انا قلت الاخوان باغيين يدعيوها، وانا قلت لهم راه انا دعيتي وانا راه غنسمح. ماش غندعي انا بنادم مسكين واصل العظم غندعي انا راه ما. خويا عبد الاله كنشكرك على التوضيح. لا مرحبا 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 مرحبا.